بين إيران والغرب حرب نوايا نووية. العوامل التي تدعم موقف إيران هي ذاتها التي تلعب ضده، فالمعادلة نفسها. يورانيوم يخصب إما لتوليد الطاقة أو لتصنيع أسلحة نووية، الفرق الأساسي في درجة التخصيب. علمياً المسألة تختصر كالآتي: اليورانيوم الطبيعي المعروف باسم الكعكة الصفراء مكون من نظائر مختلفة. النظير الساحق هو اليورانيوم 238 مع كمية ضئيلة جداً من اليورانيوم 235 القابل للانشطار. توضع هذه المادة في جهاز طرد مركزي يعمل بفضل حركة دوران سريعة للغاية إلى فصل العنصرين وطرد بعض مكونات اليورانيوم 238. تكرار هذه العملية لآلاف المرات يؤدي بعملية تراكمية لزيادة نسبة اليورانيوم 235 بحكم تقلص حجم اليورانيوم 238. هذه هي فعلياً عملية التخصيب، فعندما يصبح اليورانيوم 235 مركزاً بدرجة 5% يصبح قابلاً لإنتاج طاقة قوية قادرة مثلاً على توليد الكهرباء. تكرار العملية لتخصيب اليورانيوم بدرجة 20% يسمح مثلاً باستخدام هذه الطاقة لإنتاج وقود تقول إيران إنه يسهم في تشغيل مركز أبحاث طبية. التخصيب يصبح لغايات عسكرية إذا ما أصبحت درجة نقاوة اليورانيوم 235 90%. طبيعة النشاط النووي الإيراني سرية، ولكن محللون يقولون إن الانتقال من مرحلة التخصيب السلمي الحالي إلى التخصيب العسكري سهلة نوعاً ما. الوقت الذي قد تستغرقه إيران للانتقال إلى مرحلة التخصيب لأغراض عسكرية يتوقف على عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها ومدى تقدمها. إذا ما انطلقنا من واقع الحال اليوم، فسيكون أمام إيران شهر على الأقل للانتقال إلى تلك المرحلة التي لا يمكن أن تكون سرية. بحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن تهديد الخطر العسكري النووي الإيراني داهم. ولكن حتى في حال تمكنت إيران من تخصيب اليورانيوم بالمعدل العسكري، يبقى هناك مراحل متعددة قبل أن يصبح لإيران ترسانة عسكرية نووية. القنبلة النووية ليست فقط المواد الانشطارية أو الوقود النووي، ولكنها أيضاً بحاجة لأجهزة وآليات قذف. هناك اتهامات لإيران بأنها عملت على تطوير بعض هذه الآليات قبل عام 2003. لا ندري إلى أي درجة تقدمت بالفعل في هذا المجال، وما الذي لا تزال بحاجة لتطويره من أجل تصنيع رؤوس نووية. سنوات طويلة من عدم الثقة المتبادلة قد لا تنهيها محادثات متفائلة، فعندما يكون الصراع صراع نوايا يصبح للوقائع العلمية تفسيرات سياسية. كريم طرباي، BBC.